خارطة طريق التعاون بين الجزائر والنيجر تابعها الاتفاق الثنائي بين رئيسي الدبلوماسية على إعادة بعث آلية اللجنة المشتركة الكبرى وآلية التشاور السياسي واللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية. تعاون فتح للعلاقات الثنائية بين الجارتين مواصلة الجهود واستغلال الفرص والطاقات الهائلة التي يسخر بها البلدان لبناء أيضا استراتيجية تستجيب لتطلعات وطموحات الشعبين. بودنا أن نثمن من خلال هذه الزيارة الشراكة المتينة بين النيجر والجزائر، هذا البلد الجار الذي تجمعنا به حدود ممتدة والذي نجده شريكا أساسيا لبلدنا على المستوى الاقتصادي الجيوسياسي والجغرافي. الجزائر بالنسبة لنا شريك حيوي، ولذلك نصف تعاوننا بالاستراتيجي. يكمن في هذه العلاقة الوطيدة بين بلدينا رابط بين الشعبين في مواجهتهما للتحديات المختلفة وفي إرادتهما التي تدفعنا للبحث عن مجالات وآفاق جديدة للتعاون المشترك، بما يمكننا من تحقيق التنمية بالشكل الذي يجعلنا جاهزين لمواجهة الأحداث. وفي هذا السياق يبرز النظام العالمي الذي يلي جائحة كوفيد-19 وما قد يفرزه من توازنات ومنطق جديد للعلاقات، يفرض علينا الاستلهام من الدروس التي عشناها وآثاره التي خلفها على الأمن الإنساني عموما. لقاء رئيسي دبلوماسية البلدين شكل نقاشا وتبادلا للرؤى في الكثير من المجالات الحيوية، وفي ندوة صحفية أكد الطرفان على أهمية الزيارة الأخيرة لرئيس دولة النيجر إلى الجزائر، والتي تكللت بفتح ملفات التعاون مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. الوزيران حرصا على العمل سويا لتحقيق أهداف الشراكة البينية والرغبة الكبيرة في تعزيزها مستقبلا، مذكرين بالتحدي الذي يربط الجارتين وكل دول الساحل في مكافحة كل أشكال الإرهاب، لا سيما وأن الجزائر لديها تجربة كبيرة في ذلك.